بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا اليوم هو تابع مهارة تحديد الأهداف الشخصية رقم 2، خطوات تحديد الأهداف. تتطلب عملية تحديد الأهداف إلى قيام بمجموعة من العمليات المترابطة، ومثال الإتيان يوضحان لهذه العمليات. خطوات تطبيق مهارة تحديد الأهداف. تحديد الأهداف، مثال الأول: تطوير قدرات التقنية للشباب، تجسيد الهدف العام لأهداف مرحلية، إعداد منتهيات برامج الإعداد والمدربين، تحديد أوقات الملائمة، إعادة ترتيب الأهداف، إعادة ترتيب الأهداف الخاصة حسب أولوياتها والزمن المتاح والإمكانات المتاحة، تحديد الإجراءات والوسائل لتحقيق الهدف، العمل على إنشاء معاهد التقنية، طباعة مطويات توجيهية، التحقق والمتابعة والتقييم، يتم متابعة إجراءات ومدى فعاليتها ووضع خطط بديلة في حال تعذر أي وسيلة أو إخفاق أي هدف خاص. أيضا تحديد الهدف العام، المثال الثاني: الحصول على تقدير عالي في الثانوية العامة، تجهيز الهدف العام لأهداف مرحلية، تخطيط الفعال، إعداد خطة مراجعة، تحسين درجة أعمال السنة، إعادة ترتيب الأهداف أهم الثلاث، تحديد إجراءات ووسائل تحقيق الهدف، استذكار أول بأول، وإعداد ملخصات وسؤال المعلمين أو الزملاء المتميزين عن ما تواجهه من صعوبات في بعض الدروس، والانضمام لدروس التقوية. تحقق المتابعة والتقييم، يتم متابعة إجراءات ومدى فعاليتها ووضع خطط بديلة في حال تعذر أي وسيلة أو إخفاق في أي هدف خاص. ما تحتاج إليه لاكتساب مهارة تحديد الأهداف هي قدرة على التركيز المباشر وتحديد الواضح للأهداف، قدرة على توقع النتائج وتقييمها، قدرة على تنمية الذات والتخطيط لإدارة الوقت، وأيضا قدرة على صنع القرار واتخاذه. فكري كيف تحسن مستوى تحقيقه لأهدافك الشخصية. 1، القدرة على التركيز المباشر وتحديد الأهداف بوضوح. 2، القدرة على تنمية الذات وتخطيط جيد للوقت. 3، القدرة على توقع النتائج وتقييمها. 4، القدرة على اتخاذ القرار وتنفيذه. 5، إذن هي القدرة على التركيز المباشر وتحديد الأهداف بوضوح، والقدرة على تنمية الذات والتخطيط الجيد للوقت، والقدرة أيضا على توقع النتائج وتقييمها، والقدرة على اتخاذ القرار وتنفيذه. تنبيه: هناك من يسعى لتحقيق أهداف أكبر من قدرته وإمكاناته وظروفه، لذا يفشل ويصاب بالإحباط. لهذا من المهم أن تكون الأهداف واقعية ومن الممكن تحقيقها وفقا لقدراتك ومهاراتك. نشاط 1، لابد لكل فرد أن يحدد أهدافه. يهدف المسلم إلى ما أهداف المسلم في حياته؟ للمسلم في حياته أهداف متنوعة تعيش معه يوما بعد يوم، كل ما إنجز منها شيئا بدأ بهدف آخر حتى يصل إلى أمنيته الكبيرة. وهدفه الأكبر في هذه الحياة هو تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، وهو الهدف من وجوده واستخلافه في الأرض. ويمكن تقسم الأهداف في حياة المسلم إلى 3 أقسام. الهدف الأكبر هو أهم هدف يسعى إليه الإنسان، ولا يجده ما عدا من الأهداف تخدم هذا الهدف، وهو تحقيق العبودية لله عز وجل. وأما الماديين فهدفهم الأكبر في الحياة تحقيق أكبر قدر ممكن من اللذة والمصلحة الذاتية والمتعة. الأهداف الوسطى هي مجموعة الأهداف تخدم الهدف الأكبر، مثالها الصلاة، الدعوة إلى الله، بر الوالدين، الإحسان، الاستغناء عن الخلق إلى آخره. معنى آخر هي الأعمال التي تظهر فيها الطاعة لله والأفعال التي أمر الله بها وأحبها. الأهداف الصغرى هي ما يمكن أن يعبر عنها بها مجموعة من الوسائل التي تخدم الأهداف الوسطى، مثالها الإحسان هدف أوسط، وهناك مجموعة من الوسائل والطرق ووسائل تحقيقها، منها الزواج، وذلك الاستغناء عن الخلق هدف أوسط يحقق العبودية لله فيها. الاستغناء بالله هي الاستعانة بالله والتعلق به وحده، والوسيلة تحقيقها طلب الرزق والوظيفة، وهي تشمل كل عمل مباح يوصل الأهداف أهداف الوسطى، علما بأن كل هدف بالنسبة لما فوقه وسيلة لما تحته من هدف.
نشاط رقم 2، كل طالب يدرس لينجح، ولكن لكل طالب هدف من الحصول على الشهادة. رصد أهداف الحصول على الشهادة الثانوية العامة لبعض زملائك، ثم صنف الأهداف التي يتم رصدها من حيث كونها مادية، مهنية، دينية، اجتماعية. تقويم: ما أهمية تجزئة الهدف العام لأهداف خاصة؟ عند تجزئة الهدف الرئيسي لأهداف أصغر، يتم تنفيذ كل هدف جزئي منفردا طبقا للخطة الزمنية، وعند تجميع نتائج الأهداف الجزئية يتم تحقيق الهدف الرئيسي الأكبر. أنت عضو في جماعة، هل من الضروري لك معرفة أهداف أعضاء الآخرين؟ عللي إجابتك. من الأفضل مناقشة الأهداف العامة لهذه المجموعة، كذلك مناقشة هدف كل فرد بالانضمام لهذه المجموعة من أجل تكوين فكر عام ومحاولة تحقيق الأهداف العامة التي تخدم هذه المجموعة. محطة ثالثة، السؤال الثالث: محطة تلفزيونية محلية عرضت مسابقة الاشتراك في إعداد برنامج موجه لفئة الشباب من الذكور وإناث، ما الأهداف التي تحاولين تضمينها في الخطة لرفعها للقائمين في البرنامج؟ أهم هذه الأهداف هو تقديم برنامج يحمل خصائص توعية أخلاقية التي حثت عليها ديننا الإسلامي، ففي كل حلقة يتم طرح قضية أخلاقية وطرح حلول لعدم تفشي الظواهر الأخلاقية المسيئة، ومحاولة التأثير الإيجابي في مرحلة هامة من مراحل النمو البشري، والتي تعتبر مرحلة ناقلة بين المسؤولية المحملة على عاتق الأسرة لمسؤولية محملة على عاتق الشاب والمجتمع.